لم ينتظر الرئيس المكلف تأليف الحكومة طويلاً لإنجاز تشكيلته الأولى. ساعات تلت الاستشارات مع النواب، حمل نجيب ميقاتي ملفاً أبيض وتوجه به إلى بعبدة عارضاً على رئيس الجمهورية ميشيل عون تصوره الأولي عن حكومة فوضه لتأليفها 54 نائبة. بدأ متحمساً للاستثمار في الزمن واختصار الوقت لحكومة لن تعمر أكثر من 4 أشهر. وجدت أن الخيارات ضيقة جداً وأن الوقت كمان مهم جداً. على ضوء ذلك جوجلت الأفكار التي طرحت خلال الاستشارات وزرت فخامة الرئيس، تشرفت بلقاء فخامة الرئيس هالصباح وسلمت تشكيل الحكومة التي أراها مناسبة في هذه الظروف بالذات. وبحسب مصادر مطلعة فقد حمل ميقاتي إلى عون تشكيلة مستنسخة عن حكومته المستقيلة حاليا مع إضافة بعض التعديلات في نحو 4 وزارات، إذ يحرص الرئيس المكلف على استكمال برنامج عمل حكومته، لا سيما مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وخطة الكهرباء، وأمامه لتحقيق ذلك تأليف حكومة جديدة أو تفعيل عمل القديمة. هي حكومة مستنسخة عن الحكومة الحالية، ليس هناك تعديلات كثيرة. أبرز تعديلين هو استبدال وزير الطاقة وليد فياض واستبدال وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، أبقاء الحقائب السيادية على نفس التوزيع الطائفي فقط. هناك أيضا استبدال اسم وزير المالية يوسف خليل باسم النائب السابق ياسين جابري. وبانتظار رد رئيس الجمهورية على التشكيلة، تولت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر تسريب أجواء تفيد بأن اقتراحات ميقاتي تستدرج الرئيس عون لرفضها كي تبقى الحكومة الحالية على وضعها الراهن على أن تدير المرحلة التي تلي موعد الانتخابات الرئاسية في حال حصل شغور في القصر الجمهوري. أقل من نصف عدد نواب البرلمان سموا ميقاتي لتأليف الحكومة، وجبران باسيل يلوح بفقدان هذه التسمية للميثاقية. معظم الكتل السياسية أعلنت رفضها المشاركة فيها. تحديات كبرى تنتظر الحكومة الجديدة، أولها الأمن الغذائي وليس آخرها ترسيم الحدود البحرية وعوامل أخرى تحمل إشارات تشي بصعوبة التأليف حتى ولو يحضر حسن النية. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، بيروت.